لماذا ينظر إلى الجنس هذه النظرة الجنية وأكثر النساء تمرد تحرر أقلهن انشغالا بالجنس؟ بالضبط. المرأة المتحررة مش منشغلة بالجنس أبدا في حياتها. اللي بينشغل بالجنس هو المحروم من الجنس. ولأن احنا في بلدنا الحرمان الجنسي كبير جدا بسبب التربية، الانعزال، يقول لك ما فيش اختلاط. المجتمعات اللي فيها اختلاط بتبقى مجتمعات أخلاقها أحسن. المجتمعات المنعزلة اللي بتفصل البنات عن الولاد بتبقى أخلاقها مش كويسة. البلد اللي بتحجب بناتها، يعني إيه تحجب بنت؟ يعني إيه بنت تتنقب؟ يعني إيه؟ إيه علاقة الحجاب بالفضيلة والأخلاق؟ مفيش علاقة على الإطلاق، لأن الأخلاق سلوك. الأخلاق وعي، إنها تعي إن الرجل ده بيضحك عليها، عاوز بيدعي إنه بيحبها، وبعدين بعد ما يمارس معها الجنس يروح. فكل ده مهم جدا. فإذا الموضوع فين الورقة؟ إن كل ما المرأة، كل ما الفتاة نالت حرية ومارست الحرية عقلا وجسما، كل ما كانت أخلاقها متينة جدا جدا. بعكس الفكرة، كل ما كانت سافرة، كل ما كانت عينيها مفتحة مش قطة مغمضة أو لابسة نقاب وماشية كده محنية، ما تنفعش، يضحكوا عليها بسرعة. ليه الجنس بيبصوا بهذه الدنية؟ لأن مخهم مشغول بالجنس. أنا بحترم الجنس، بيحترم الجنس الإنسان. ما هو الإنسان عبارة عن إيه؟ الإنسان بيشتغل وبياكل وبيتعب وبيمارس الجنس، بيتجوز، بيخلف، بيعمل حاجات كويسة قوي، وأحيانا يغلط. الإنسان كده. الجنس جزء من الحياة، لكن إحنا بنعتبر الجنس هو الدنس، هو الخطيئة، هو ده مش كويس. وإيه؟ لا، إحنا كمان مزدوجين، إحنا نعطي الرجل حرية جنسية مطلقة. الرجل يخدع الفتاة وأمه تقول برافو. أنتوا بتشوفوا الولد عنده 18 سنة يتدرب على الجنس مع الخادمة في البيت وأمه تشجعه، ولما الخادمة تحمل تروح ترضى الخادمة منه. وأنا شاهدت ده في أسرتي، في أسرتي شاهدتها إزاي بيطردوا البنت الخادمة بعد ما الولاد يتمرنوا جنسيا على الخادمة. وأحيانا رب الأسرة يشارك ولاده في الخادمة. فالجنس يعني الازدواجية الأخلاقية خطيرة. إن الرجال، المجتمع والفكر الديني السلفي المتخلف والثقافة القديمة والتقاليد بتعطي الرجال حرية جنسية مطلقة، يجوز أربعة، يطلق زي ما هو عايز، يعمل اللي هو عايزه، يضحك على البنات ويظل رجل ويقول لك ما عيبه إلا جيبه. لكن الجنس إمتى بيبقى دنس؟ مع المرأة فقط، فقط مع المرأة وليس مع الرجل.